منذ 18 من هذا الشهر معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا مغلق لدواع أمنية. السبب اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لوزارة الداخلية وميليشيات تتبع مدينة زوارة. النتيجة عشرات الشاحنات العالقة وتعطل المبادلات والمصالح الاقتصادية في معبر يمثل نقطة العبور الاستراتيجية بين البلدين والشريان الرئيسي للتبادل التجاري. معبر السبيل الوحيد للعمل في المبادلات التجارية، فيعني غلق المعبر وخاصة يعني في ظرفية متاع رمضان وعيد وكما نعرف الناس الكل، يعني باش تكون عندها انعكاسات سلبية كبيرة على يعني على المنطقة. البوابة هذه معناها عندها معناها تأثير كبير على الشعب في تونس وفي ليبيا في الناحية من ناحية التنمية والاقتصاد. تشوفها احنا سلعنا كل نجيبوا سلعة من ليبيا والليبية يهزوا سلعة من هنا ومبادلات تجارية، والشعب احنا معنا حتى شيء، عندنا كان التجارة على ليبيا. بعد أزيد من أسبوع من غلقه تستعد السلطات الليبية لإعادة فتح معبر راس جدير إثر الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على إرسال قوة مشتركة لبسط الأمن. ليست المرة الأولى التي يغلق فيها معبر راس جدير جراء الصراعات العسكرية الليبية، ما يجعله في وضع أمني هش من الجانب الليبي. صراع جديد حول النفوذ في هذه المنطقة، منطقة شرق ليبيا المحاذية للحدود التونسية والجزائرية، وإذا لم يكن هناك تفاهم بين مختلف قادة المحاور الميليشياوية فأنه سوف تنقلب تلك عدم التفاهم إلى مجموعة من الاقتتالات بدأت براس جديد، سوف تنطلق نحو ميليشيات أخرى ومناطق أخرى مثل صبراتة وكذلك مثل بوكاميش وكذلك عدة مناطق أخرى. وبما أن ذهب وازن المعبر الثاني بين تونس وليبيا مغلق بطبعه، فإن معبر راس جدير يعد نقطة العبور الرئيسية. وبلغة الأرقام يبلغ حجم التبادل التجاري عبر المعبر سنوياً 1540 مليون دينار حسب تقديرات البنك الدولي، فيما يسلكه نحو 6 ملايين مسافر من ليبيا وتونس.